تحيات المنطقه الجديده في السلطان في سنه 2011 وقالت الكلام ده غير صحيح والناس دي بتدفع وجابوا صور الاتصالات والمخالصات محمد حسني السيد مبارك كمان محمد حسني علي محمد حسني الحكم لجلسه 9/1/2016 تعيش يا مبارك 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 والله الرئيس مبارك قائد عظيم من القوات المسلحه العظيمه الوطني الشريف 30 سنة في أمن وأمان يعني ما فيش بقى أنا بقول للمصريين اتقوا الله في الرئيس مبارك وأسرته لأن الانتقام الإلهي بدأ فيكم من أول يوم ظلم يا مصريين اتقوا الله يا مصريين في الرئيس مبارك لأن الظلم ده خلاص ظهر فيكم خلاص مش هتملكوا قومه ان شاء الله عشان يرضوا تفصيل تمرير ويرضوا بالتعميدان التحرير يعني هو حسني مبارك كبش الفايده بتاعت البلد دي هي دي كده هو حسني مبارك بتاع كبش الفايده بتاعت المحروقه البلد دي كرهتونا في البلد وكرهتونا في العيشه هنا ده تحمدوا ربنا ان احنا لسه قاعدين بص كده والله العظيم الواحد لو يقول ان هو يسيب البلد هيسيبها انا يعني ان شاء الله متفائل انه هيبقى خير باذن الله وهيتقبل الطعن باذن الله لان انا عارف ان ما حصلش اي حاجه ولا اي حاجه بالدراسه اتاخدت ولا اي حاجه كده وحتى برضو بالنسبه للسيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك لجنه الجرد والقصور الرئاسيه بنفسها قالت ان ما فيش حاجه اتحركت مكانها ولا حاجه اتاخدت مكانها وده كان يعني هو كمان حتى يعني هو كان بيتحاكم بس على شويه سيراميك ولا شويه حاجات اتعملت ولا اسطحات فما الاسطحات دي كانت لصالح القصور الرئاسيه مش ضد الرئاسيه يعني الرئيس عمره ما كان بيعمل لصالح نفسه هو بيعمل لصالح المكان والقصور الرئاسيه دي اصلا دي ملك للشعب وليس ملك للرئيس الجمهوريه. واثقا براءه لان رئيسنا راجل وطن لم يخون مصر فعشان كده بقول لك انا واثقا براءه الرئيس مبارك لانه راجل محترم جدا وراجل عسكري في المؤسسه العسكريه فالمؤسسه العسكريه